ملخص ما في رسالتها أنها أنذرت نذر وقالت إنني سأصوم في شهر شوال 6 أيام، وحينئذ سألت فقالوا صومي 6 من شوال، فسألت مرة أخرى وقالوا لا بد أن تبدأ في اليوم 2 من بعد العيد مباشرة، وإلا فالصيام ليس صحيح. وجهوني حول هذا، جزاكم الله خيرا. هي نذرت نذرت، نعم، الأصل أنه نذر. نعم، النذر يجب الوفاء به، يجب أن تصوم 6 أيام من شوال. نعم، لأنها نذرت ذلك، ومن نذر أن يطيع الله فليطيعه كما في الحديث، فهذا نذر واجب. وإن كانت قصدت 6 أيام من شوال في أوله فإنه يتعين عليها ذلك، أو قصدت 6 أيام من شوال في وسطه أو في آخره حسب ما نوت، فصوم 6 حسب ما نوت من الشهر. أما إذا لم تحدد وإنما قالت 6 أيام من شوال ولم تنوي أياما محددة من شوال، نعم، فإنها تصومها من أي الشهر، من أولها أو من وسطه أو من آخره، فالمدار على النية. نعم.